المجهود اللي بتقوم به الدولة هي بتقوم به ناحية ولادها في كل مكان وما بتنساهمش. ورغم ان هي في الظروف اللي احنا العالم كله بيعاني من هذا المرض ومتأخرين في حاجات كتير العالم كله، والدولة مستمرة وعاملة كل جهد علشان ولادها في الخارج. انا شايف ان الدولة قايمة مقياس لبقية الدول التانية، قايمة بالواجب بتاعها تجاه العالقين. المشكلة ان العالقين سافروا على مدار 12 شهر عايزين ويجبروا الدولة ان هي ترجعهم مثلا في خلال شهر، وطبعا ده يعني ما فيش اسطول في العالم هيقدر يجيب الناس كلها في ال 12 شهر دول، هيجيبهم في شهر واحد. هو الدوله طبعا مهتميه بالموضوع دوت، ومهتميه زي ما مهتميه بالداخل مهتميه بالخارج، وكويس ان جهود الدوله يعني ان هي بتجتهد في ان هي تجيب المصريين اللي في الخارج، وفي نفس الوقت ان هي بتعمل لهم حجر صحي وكده، ده حاجه كويسه. يعني انا شايفه والله من اول ما ابتدت ازمه الكورونا والدوله بتعمل حاجات كتيره جوه مصر عشان تحل الازمه دي، وفي نفس الوقت بتعمل مجهود كبير قوي بره مصر برده عشان تحل الازمه دي وعشان ترجع العلاقين في الخارج. وانا شايفه ان هي بتعمل عليها وزياده ومكثفه جهودها في الحاجتين يعني جوه مصر وبره مصر، واتمنى ان احنا كمان كشعب نساعد الحكومه ان هي تنفذ كل الاجراءات الاحترازيه دي عشان نواجه ازمه الكورونا. انا شايفه الدوله مش مقصره في اي حاجه من اول السطر لحد اللي احنا فيه دلوقتي، جابت من واشنطن، جابت من هنا، جابت من هنا، جابت من هنا، ومش مقصره. واللي بتقوم بالدوله مش اي دوله بتقوم بيه، الدوله قايمه بجهود عظيمه علشان ترجع المصريين من الخارج، وبتعمل كل مجهودها. يعني صراحه اللي احنا شايفينه ان هي بتعمل مجهود كبير جدا يعني لعوده المصريين من الخارج. بصراحة الدولة بتقوم بجهود جامدة جدا بصراحة من أول الأزمة وهي موجودة، وهي يعني بعد وقف الطيران وهي بتتصرف إزاي تطلع طيارات لكذا دولة سواء عربية أو أوروبية بحيث إنها تحاول ترجع الناس اللي بره.